الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حياكم الله. أولا نرحب بكم في كلية ينبع الصناعية. أنا أعرف أنكم ما شاء الله تبارك الله قضيتوا فترة يعني قرابة الشهرين، ونعرف أن الزملاء في التطوير الإداري ما كان عندهم يعني رحمة في الحضور والغياب، حتى جينا مرة نتوسط لواحد قالوا ما في الواسطة، وهذا إن شاء الله لصالح البرنامج التدريبي. نرجع زي ما قلنا السنة الماضية، كنا نتكلم أنه كلية ينبع الصناعية هي واحدة من الأدوات اللي متوفرة للهيئة الملكية، ونحن صراحة سعيدين أنه الإخوة في التطوير الإداري استفادوا من هذه الأداة اللي هي موجودة. نطمح إن شاء الله أنه يكون في المستقبل التعاون أكبر، مو بس على اللغة الإنجليزية، نطمح إن شاء الله في المستقبل أنه حتى البرامج التطويرية اللي بتصير ممكن الكلية تشارك فيها بطريقة أو بأخرى، أو حتى يستفاد من المحاضرين. خاصة هذا العام كان يعني زخم في التدريب صراحة، يمكن أنا أحس أول مرة يصير في الهيئة الملكية بهذا الزخم الكبير جدا اللي حاصل كان هذا العام، من درجة أنه الواحد يأخذ أكثر من دورة وأكثر من محاضرة أو برنامج، وصاروا الناس زحمة في الدورة على فلان، كل مرة تلاقيه في دورة تدريبية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة. أنا أشكر الزملاء في اللغة الإنجليزية، أنا أعرف أنه عندهم العبء التدريسي الخاص ب البرنامج اللي هو بيقدم في الكلية وبيقدم لطلاب أو برامج الخاصة بالمعهد بيقوم بها المركز، لكن المركز إيمانا منه إحساسا بالمسؤولية اللي هي المفروض تقدمها الكلية للمجتمع، لوحظ هذا العام إنه الأعداد الحمد لله تزايدت، وإن كان صح في مجموعة حرمت في النهاية من الاستمرار في البرنامج، لكن مقارنة بين الخريجين العام الماضي وهذا العدد، أظن العام الماضي حدود 80 خريج، السنة هذه ما شاء الله تبارك الله حدود 120 خريج. البرنامج سار على فترتين هذه السنة، العام الماضي أظن كان فترة واحدة وكان على فترة شهرين. نتمنى قدام أنه خلاص البرنامج يتطور بطريقة معينة واضح، وكيف أنه الإخوة إن شاء الله في التطوير الإداري يحطوا جزء من المنهج للموظفين اللي هم في الهيئة الملكية لضمان عملية التطوير والتدريب للمسؤولين. أنا برضو I would like to thank my colleagues here in Yanbu Industrial College for the effort that they've been doing and participating, especially teaching adults. Sometimes when we teach in the college, regular students, we have a lot of carrots and sticks for them. But when you teach adults and their employees, sometimes either it's difficult or it's easy, but alhamdulillah, I see this progress is going forward. Our effort and responsibility, how we can improve it for the future, and how we can make it, inshallah, better. And we are looking forward that we in colleges and in institutes, especially in Yanbu Industrial College, to be some kind of corporate university for the Royal Commission, how we can support
their needs of training and development in many different directions. أشكر الجميع ومقدمتهم الأستاذ محمد الأنسي لحضورهم وتشريفهم للحفل الموجود والأستاذ شعيب برضو للترتيب والتجهيز لهذا البرنامج، وشكر خاص للدكتور سالم العيتاني لدعمه إنه هذا البرنامج يتحقق ويصير يعني بشكل أساسي وموجود ومتوفر هنا في المدينة. إن شاء الله نجي السنة الجاية نشوفكم في مستويات أعلى، ولا تكونوا زي الصيف ضيعت اللبن، يعني اللي أخذ شوية في الإنجليزي من هنا بعد شوية ينسم ونروح ندور على آلية ثانية كيف نقدر يعني نرفع المستوى حق اللغة الإنجليزية. أنتوا جربتوا جيتوا الكلية الصناعية، أتمنى أنكم تستفيدوا من الإمكانيات الموجودة في الكلية، وأنتوا الحمد لله يعني في قطاعات كثيرة مختلفة وشفتوا إمكانيات في الكلية. أنتوا بالنسبة لنا سفراء يعني في منظومة الهيئة الملكية، بتقولوا إيش ممكن نحن نخلي فعلا الكلية نحن نستفيد منها ونساعدها حتى تحقق الأهداف اللي هي مطلوبة منها. أشكركم على إعطاء الفرصة للكلام، وكان يعني هذا حفلكم ومناسبتكم المفروض يكون في كلمة للشباب نفسهم هم في هذا. شكرا جزيلا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. I was intending in fact to deliver my speech in Arabic, but as long as Dr. Ahmed Dabroom partially he delivered his speech in English, so he encouraged me to present my speech in English. So forgive me if I deliver it in English. And as long as you have already completed your course successfully in English, so I assume that you have already, يعني إن شاء الله تعالى you can understand me يعني well. Anyway, on behalf of General Manager of Human Resource, it's an honor for me to be here today with you, sharing you your successful completion of the English language program. Real Commission, as you know, is keen to keep you up to date in terms of knowledge and skills. And this course is really part of your career plan, which will enable you to perform professionally. I was intending, in fact, to make it very short speech. Before I conclude, I would like to thank Dr. Ahmed Dabroom and his colleagues for the great efforts they have made, in fact, to transfer this course in reality. I would like also to thank all the faculty staff who they have participated heavily in the program, preparing and delivering the course. And I know it's really a hard job. They have really spent hours and hours in doing, you know, the program and translate it into reality. I wish you all great and bright future. Wishing you all good lucks. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة مدير عام الكليات والمعاهد، مدير كلية ينبع الصناعية، سعادة مدير عام الموارد البشرية، سعادة رئيس مركز اللغة الإنجليزية بكلية ينبع الصناعية، الزملاء الأفاضل المحتفى بهم المشاركون في برنامج اللغة الإنجليزية منسوب الهيئة الملكية بينبع، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه اللحظات المباركة باسم قطاع الموارد البشرية ممثلا في إدارة تطوير القوى العاملة أن أرحب بكم جميعا في مقر كلية ينبع الصناعية، نحتفي بالجهود المباركة وبالإنجاز المقدر. جهود بذلت من لدن كلية ينبع الصناعية انطلاقا من أحد أهدافها الرئيسية المتمثل في الشراكة الفاعلة في المجتمع أو مع المجتمع. وها هي تنفذ هذا الهدف لمنسوبي الهيئة الملكية بكل كفاءة واقتدار وإخلاص، فلهم منا كل الشكر والتقدير. جهود بذلت منكم أيها الإخوة المشاركون في البرنامج
تتمثل بحضوركم لمدة 8 أسابيع في ظل نظام الكلية الصارم الذي يستبعد كل من تجاوز نسبة غيابه 12 ساعة. وإننا إذ نعتز بهذا النظام فإننا نبارك لكم أيها الإخوة إنجازان. الإنجاز الأول انتظامكم في البرنامج وفي ذلك نجاحكم في مفاهيم وتطبيقات إدارة الوقت واحترام الذات، وهذه من أكبر مزايا التدريب ومنافعه. والإنجاز الثاني وهو المتمثل في إجزياتكم لمتطلبات البرنامج بنجاح. وفي هذا الصدد أبارك لكم فردا هذين الإنجازين، متمنيا أن ينعكس ذلك على أدائكم الوظيفي والعملي. وأود أن أنوه بأن ما حصلتم عليه من معارف ومهارات خلال 8 أسابيع ليست سوى مفاتيح تساعدكم لوضع أقدامكم على بداية سلم التطوير الوظيفي والذاتي، سلم التطوير الذاتي في مجال اللغة الإنجليزية الواسع. فأتمنى منكم جميعا أن تستثمروا هذه الفرصة التي أتيحت لكم ولم تتح لغيركم وهم كثر ينتظرون مثلها. طوروا ما أتيح لكم عبر هذا البرنامج بجهودكم الذاتية من خلال الاطلاع والقراءة الحرة والترجمة والمحادثة مع الزملاء دون خجل أو ملل إلى غير ذلك من طرق التطوير الذاتي. ختاما اسمحوا لي زملائي المشاركين أن أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عنكم لفريق العمل بقسم اللغة الإنجليزية الموقر الذي كان لهم الأثر البارز في هذا الإنجاز، فلهم كل الشكر والتقدير وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وهم الدكتور أحمد دبروم، الدكتور سالم العتاني، مشرف البرنامج للمجموعة الأولى الأستاذ وقار خان، مشرف البرنامج للمجموعة الثانية الأستاذ محمد أعظم، مدربي البرنامج أمين عبد الله، جيمس براون، عبد السلام بلين، لوري هبر وستيوارت برايتويل. وختاما أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.